لای معلومی جنابتانە کە ئیمامی غەزالی ڕەحمەتی خوای لێبی یەکێکە لە عولەمای هەرە گەورەکانی ئیسلام و عولەمانی مەقاسدی شەریعە ڕۆژیان باز دەکات طبعا لەسەر ئەو ئایەتە پیرۆزەی کە خوای تەبارک و تەعالی دەفەرمێ کل یوم هو فی شأن لە سوورەتی ڕەحمان کە هاتووە دەفەرمێ ڕۆژێک باسی عوزب دەکا باسی لخۆبای بوون دەکا دەفەرمێ ڕۆژێکە من محازرم کە دەدان 500 عالمی تدا بوو 500 عالمی گەورەی تدا بوو ئەگە ئەو علما گەورانە ئەگە هەر یەکە چیان علمەکەی توزیع بکرا بە لەسەر کوڕی ئەرضی بەشی دەکرد جاهل نەدەما لەسەر کوڕی ئەرضی دەرێن نیوچە عوزبەک هاتە ناو قەلبم دەرێ هاو کوبڕێک کەئەنەما یعنی شتێک هاتە ناو قەلبم برێن ئەوە زیرەکە مەسەلا شتێکی ئەوها گوتی ها عوزبەک هاتە ناو قەلبم گوتی ڕاست ئەو وەختی امتحانەکە هات فەرمی ئەو وەختی هەر لەگەر ئەو عوزبەیە کە لەناو قەلبمدا بوو ڕاست امتحانەکە هات فەرمی ڕاست یەک لەو علما گەورانە گوتی دەستی خۆی بەرز کردەوە گوتی یا غەزالی طبعا بغزالي شاتيه وبغزالي شاتيه بلا اول اصح وشي جناب الدكتور عثمان فرمي الغزالي فرموي ما تقول في قوله تعالى كل يوم هو في شان ما شان الله في هذا اليوم دفرمي سد فرمي لس اخوي تبارك وتعالى لسواتك اخوي قال دفرمي كل يوم هو في شان سنزار دخينين وبلا تدبر ما تدانا كريا تفكر ما تدانا كريا امام غزالي دفرمي لو كاتك او بسارك دير راس من توش شوقهم هرتي علم ومعرفة لنا ميشكم هيت شتاق يعني كمان ديم بكاري بينم لو بتفسير كدنيا وآيات نما باكم كت قلت يا مش بين بفرمو قلت لي قرا لو روجيت كان ان شاء الله قلت تسو ما ماري قلت مسمين اللي بير دكات قلت هات ما تم شهر كم دي سنه هر همان شخص كلا بيش ودانشتيا لي بو بخير وبنيش دي سنه دست خوي برس كدوا قلت ما شاء الله في خلقه امام غزاليش او حجه الاسلام او ندره تهيس كسك او لقبه فرمي دي سنه هر جواب بينه بو گوتی مشوش بوم برا قلبم تیکتو ناخوش بود زیگو برگم گورا عادتا نبا زیگو برگم چیز وان دستو نام حاضرات فرموی حتی اوکو سیمی روژ تارمی روژ هر هم روژ چیزی تو محاضره او شخص لبرم برا دستا هر دی فرمو ما شأن الله فی خلقی دیره شوک لشوکان هستم زور دعام کرد و صلاة اللیلشم کرد نویجم کرد فرموی دعام زور کرد دیره لو کاتی که نستم دیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوم دا دید طبعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وک کباز دک ل حدیث کان ده هاتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم نات سر شکل شیطان و بابتانه بلکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرانی فی المنام فکانما رانی حیا یعنی لا خونج دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د بیندری او ز فکیف با امام غزالی که خونه کی پیودتیا فرمو یا غزالی لوها به طاقت و به زاری گوتی یا رسول الله سوالک ملک را ولا ما کی نازان گوتی برو بو سائلی بری بو کسی که بسیار کله جنابت کدیا کته فرمی خوای گور کله یوم هو فی شأن شأن الله في خلقه أوفر مؤفر من زبان وع الروايات هذه. بل ما هي من تركيز سلكم إن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ذا فرمي راس جوابكم لكونترول ورقد. ذا فرمي جوابك تواو مرقد. ظلم رومبوا. سبيني هستام ونجم كردو. زلكو برقد شذوان دولك تسموا أو زارا كابرا بزرب وبوقو تي كا لتشندر أو عالم جوري وتي لو دقرم حتى دي متمورة كاب سعر كبت كلا سجماعتي كبري نشوي ورقد يعني كبري قوتي ورقد. فرموی گویی که او پسیار کت کو گویی یا غزالی من پسیار کنم که استیت آرژه نازن جواب دیو. گویی تیا گویی کل یومی هو فیشان خوایت بر تعالا که دفرمی کل یومی هو فیشان ما شأن الله فی خلقی خوا ما بس تیا لو آتی که دفرمی کل یومی هو فیشان. امام غزالش اوی پی فرم. گویی ان الله تعالا یضع به اقواما و یرفع به آخرین با انواع الروایات. او ما مستعی برزش پی فرم گویی ای امام غزالی. برو صلوات انزور لسر او ذاتي بدوا كلا ناو خوني دا اتوي فير كدوا فرمي اكثر الصلاة يا غزالي اكثر الصلاة على الانام في من علمك في المنام فرمو برو صلوات زياتر هول دا زياتر القرآن تيبقى زياتر كوشش بكا لو كسيكا ولا ناو خونك دا فير كدي ما بين قوسين خون نابتا بلقا نابتا دليل يعني كا باسي خونك شتاكدا بلا يستأنس بها وكو علمان كباس ينفرموا نسيت يعني كباس ذاك الأخوان دري يستأنسوا به ناب تبلغ يستبرين بلغة الشرعية بكما حديث يعني بكما أقوالك بلام يستأنس بها وكوك علمان باس يعني